السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. معاكم نهال. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم طريقة عمل الأيس كاب. قبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو علشان أقدر أوصل لعدد ناس أكبر. النهاردة إن شاء الله هستعمل خيط صوف وهستعمل معاه ابره مناسبه للخيط اللي انا بستعمله. انا هستعمل ان شاء الله ابره مقاس 3. هعمل عقده البدايه, اشتغل سلسله, اشتغل 10, واعمل غرزة نص عمود, هشتغل في الحلقة الخلفية, نطلع 2 ارتفاع ونلف الشغل ونشتغل نص عمود عادي, خلصت السطر هطلع 2 ارتفاع ولف الشغل واشتغل نص عمود عادي, اشتغل قطعة مقاس دوران الراس كلها نص عمود, انا كده خلصت القطعة مقاس دوران الراس, هقفلها مع بعض بمنزلقة. بالشكل ده وهقلب وهطلع بغرزتين ارتفاع سلسلة. هعمل عمود بلفة سلسلة, عمود بلفة سلسلة, عمود بلفة سلسلة, عمود بلفة, هشتغل كل السطر كده, يعني بشتغل في الفراغات دي بتاع النص عمود اللي فات 2 عمود بلفة وبينهم سلسلة. هيبقى السطر كله بالشكل ده, كل شغلنا هيبقى كده, فوق العمود بلفة عمود بلفة, فوق السلسلة سلسلة. هعمل بقى الارتفاع المناسب انا هنا وصلت لنص الايس كاب, هبدا اعمل تناقص. عملت 3 ارتفاع, هدخل في اول عمود عادي سلسله
عمود، سلسلة، عمود، سلسلة. هعمل هنا تناقص، هاخد العمود الاولاني مش هخلصه وادخل على التاني واطلع منهم مع بعض سلسلة. هعمل 7 عمود عادي، واحد طبعا السلسلة زي ما هي بنعملها. سلسلة عملنا كام؟ 2 4 6 كده عملت 8 عمود. هعمل تناقص، ناخد العمودين دول مع بعض، اول عمود وادي التاني سلسلة. هكمل السطر كله كده 8 عمود عادي، وبعدين اعمل تناقص. كده خلصت السطر، هطلع 3 ارتفاع، اعمل عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة. وده اول تناقص قابلنا، هنعمل عليه عمود واحد سلسلة، عمود سلسلة. هنا بقى هعمل تناقص، كل سطر نحرك مكان التناقص، ما يبقاش في نفس المكان، كل سطر نحرك المكان شوية. سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. ده تاني تناقص قبلنا اهو، هنعمل فوقيه عمود واحد سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. ونمشي بقى بالطريقة دي، نشتغل ونعمل تناقص في النص، والسطر اللي بعده برضو نحرك مكان التناقص، المهم ما يبقاش مكان ثابت. هفضل اشتغل ادوار لحد ما الدايرة تضيق معايا علشان اعرف المها بالشكل ده. انا كده خلصت الايس كاب، هقص الخيط من على بعيد شوية علشان اقفل، نربط الاول. وبإبرة التنظيف
انا دلوقتي هعمل كرة البونبون. لو ما عنديش النول ده ممكن باي كرتونة ونلف عليها ونقص. بعد ما قصيته كده بنظبطه ونحطها كده على الخيط ونربط. نربط كويس. بالشكل ده ونظبطها. نقصقص اي زيادات كده. هنيجي بإبرة التنظيف ونركبها. ندخل من هنا من المكان الفتحة ونشدها كويس. بكده وصلنا لنهاية الفيديو وده الشكل النهائي قدام حضراتكم. أتمنى تكونوا استفدتم وقدرت أقدم لكم طريقة عمل الأيس كاب بطريقة سهلة وبسيطة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله.